اهلا وسهلا فيكم بحلقه بهار ونار اللي اليوم رح تكون مميزه جدا 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 بوصفاتها وبضيوفنا وبالشف الشف هانيا. كيفك هانيا؟ منيحه، كيفك انت؟ انا كثير منيحه، يعني ما شاء الله السيت اب بيحكي لحاله، مش ضروري احكي عنه. حلو. واليوم رح يكون عن جد الاكلات كثير حلوه، يعني كثير زاكيه وكثير سبيشال، يعني غير عن دائما. ليش؟ لانه معنا ضيفه. رح تكون هذه الضيفه مميزه جدا، بتعرفوها كثير منيح، صوتها بلعلع دائما كل يوم الصبح، بتسمعوها دائما على برنامجها بالراديو. اليوم رح تكون موجودة معانا بموهبة تانية لإلها، رح تطبخ معانا. يعني أنا وياها كنا عم نحكي قبل شوي إنه ما رح أحكيها، لا بدنا نحكيها بعدين خلال الحلقة عشان أفاجئكم قديش هي كمان، غير إنها هي مميزة كمان عندها قوة إرادة، ورح تعطيكم هذا الباشن اللي عندها لحتى تقدروا كمان تاخدوها مثل ما بيقولوا بشكل إيجابي ومميز. اليوم رح تكون حلقة كمان كتير منيحة لأنه كمان رح يكون في معانا جوائز. بدي منكم هيك تكونوا شوي أكتف على السوشيال ميديا، تحديدا على صفحة عمان تي في أوفيشال على الفيسبوك. بلش اللايف معانا، رح أشوفكم وأنتم عم تعملوا لنا الشير الكومنت واللايك قد ما بتقدروا، لتربحوا في ختام الحلقة 5 باكيجز مقدمين من عند منتجات فيتراك، وطبعا رح يكون في معانا 2 باكيجز مقدمين من عند الجزيرة. هنيتي تعبتي، حسيتك تعبتي من الحكي. اشرب مي بس خلص، مش مشكلة. متحمسة اليوم صراحة. أنا متحمسة كتير اليوم. طيب خبرينا شو أول وصفة رح نعملها قبل ما تدخل ضيفتنا معانا. طيب هلأ أول وصفة اليوم رح نعمل معكم عكس دايما، اليوم رح نبدأ بالسلطة، بس السلطة فيها مشمش، والمشمش بدنا نشويه. ما في مشمش هلأ فريش، فبنقدر نستعمل المعلب عادي بمشي الحال. أوكي. فرح نبدأ بالسلطة أول شيء. سلطة إيش؟ المشمش نسميها؟ المشمش المشوي والأفوكادو. المشوي؟ ما بقولكم لازم كل ما تعطيني هنت لإشي أنصدم فيه، بس خلينا ناخد سلطة المشمش المشوي. يلا أوكي. سلطة المشمش المشوي والأفوكادو رح تحتاجوا لجرجير، سبانخ، أفوكادو مقطع، 5 حبات مشمش مقطع مشويين، بندورة كرزية، وبصل أخضر مفروم ناعم، جبنة فيتا، ولوز محمص. ورح تحتاجوا كمان للصلصة 1/4 كوب عصير ليمون، 1/4 كوب زيت زيتون، 2 كبار مربى المشمش أكيد من عند فيتراك، ومعلقة كبيرة ماسترد ديجون، وكمان رشة ملح من الكسيح، فلفل أسود من الطحونة الزرقاء. يلا نبلش بالحماس، بدي أشوفكم أكثر على السوشيال ميديا، شايفتكم شوي نعسانين معجوقين بإشي تاني، اتركوا كل يلي عندكم وبلشوا الحماس معانا أكثر لتزيدوا فرصة ربحكم معانا أكثر وأكثر. مثل ما عرفتوا دائما كبسة الشير والكومنت واللايك، أي سؤال أي استفسار إحنا جاهزين نوصله للشيف. جاهزة معانا؟ جاهزة. جلفزاتك جاهزة؟ بس أنا جعبالي شوي أفسد لكم على تمارا. إيش بدك تفسدي لسه؟ تمارا تمارا بقولها بتقولي قللي الوصفات شوي عشان هيك الناس يلاقوهم سهلين يقعدوا يعملوهم، قللي المكونات، فهينا قللنا لها إياهم. شكرا. فإن شاء الله اليوم مبسوطة. لهلا كثير مبسوطة. هي يعني واقفة معكم، واقفة معكم ضدي، بتقولي قللي عشان خلص بس يلاقوهم سهلين ويعملوهم. بتعرفي لأنه هلا أنتِ كل اللي بتعطينا إياهم أكيد موجودين بالبيت وبتكاليف قليلة جدا، ولكن الموضوع انه اذا نقصنا شيء بنسم بدلهم بيتلبكوا ما بعرف ايش بدهم يعملوا. طيب هلا احنا المشمش اللي بدنا نستعمله هلا انا بالصيف بعملها بمشمش فريش. أوكي. بحبها بعملهم هيك، باخذهم شرايح سلايسز وبشويهم شوي على المقلاي. ما بحط زيت طبعا، بس انه بدي اياها تاخذ هاي طعمه اللي هيك الشوي اللي هيك خفيفه، يعني شعطة. انها تعطي شعطه. بس هاي هي، فهلا رح احطهم، هاي مقلايتي حاميه زي دائما. اوكي. فرح احطهم هيك بس ليعطي هاي الطعمه الخفيفه اللي انا بدي اياها، وبعملهم هم كبار بدون ولا زيت ولا شيء. هلا انا هاي الوصفه ليه عملتها وتذكرتها تمارا؟ لانه حلو الواحد ايام يدخل اشياء جديده بالاكلات. صح. يعني حلو تدخل الواحد فواكه، اكيد كلكم صرتوا متعودين كيف بندخل الفواكه مع الاكل، بدل الواحد هيك يضله يغير. فاليوم كل الحلقه رح تكون معكم تغيير تغيير تغيير. اظن المكتوب مبين من عنوانه. ما هو رح استعمل بالصلصه اللي رح اعملها اليوم للسلطه، رح استعمل فيتراك. انا اخترت اليوم التطلي اللي على مشمش واللايت اخذت منه، رح احطه بالصلصه تبعت بالدريسنج تبعت السلطه. أوكي. احنا لاننا متعودين على طعمه انه بنحط فيه عسل، فبما انه انا اليوم عملتها بمشمش فلما نقوي طعمه اكثر واكثر ونعززها ونستعمل إشي في مشمش. حلو. فمشان هيك هلا لبين ما تنشوى خليني احضر الدريسنج. رح يكون في عندي زيت زيتون، طبعا زيت الزيتون لغنى عنه بالهاي الصلصات، وهي العلبة. هلا عم بسألوك طبعا السؤال الطبيعي، يعني ممكن يبدلوا بدال المشمش يحطوا مثلا تين، يحطوا ممكن اي شيء ثاني؟ ممكن تحطوا تين، ممكن تحطوا تفاح. يعني في هلا عمالهم بدخلوا كل شيء صار بالسلطات.
هلا هيها رح نحط عليهم تقريبا هالقد. ما بتتخيلي قد ايه طيب هذا اللايت، انا حبيته يعني شوي بيعطيكي شعور بالراحه انك ما عم تاخدي كميه السكر كامله. بما انك عم تستخدمي فيتراك فلازم نرجع ننوه، زي ما انتم شايفين عندنا بالمطبخ في اكثر من نكهه لفيتراك، بالاضافه انه مش بس انه النكهات مميزه كمان احجام العبوات مختلفه، يعني اللي بحب مثلا شيء صغير شيء كبير غير عن الثاني بيقدر ياخذ الاكبر والاصغر، بالاضافه للي بيعانوا من مرض السكري، للي عاملين كمان دايت وحابين انهم ياخذوا كمان زي ما بيقولوا ساندويتش بالمربى، بيقدر من فيتراك يحصل على اكثر من نوع خالي من السكر. وفعليا زي ما خبرناكم اكثر من مره وانتم شايفينه زي كانها ست البيت محضرته جوا بيتها. وبتعرف العبوه سهله، هذيك يوم كنت عم بعمل فيها ساندويتش بدي افتح يعني ما بتنزق يعني ما يعني مدروسه. انا حبيت انها هي هيك، يعني انا بحب فيها انها هي هيك بتفتحوها ولما بتنمسك يعني طريقه التصميم تبعتها انها هي هيك وبتفتحيها كثير سهله سلسه للاستعمال سلسه بالضبط. وحبيت زي ما حكيتي انه في عبوات صغيره، يعني اذا ما بدي افتح وحده كبيره بقدر ادبر حالي. اوكي هلا نرجع للصلصه. انا حطيت هون ليمون، حطيت زيت زيتون، راح احط شويه فلفل اسود طبعا. أوكي. رح احطه من الطاحونه الزرقاء ايها بس رشه صغيره حلوه. بحب انا كيف هيك بيعمل الواحد خلطه من النكهات اللي عنده، يعني فلفل مع تطلي مع زيت الزيتون مع عصير الليمون اللي حطيناه، يعني بطل التقليديه السلطات بطل التقليديه، يعني كلياتنا بتحسي الواحد بده تغيير بده تجديد. ورح استعمل طبعا ملح من الكسيح، اليوم مستعملين الملح البحري، رح نستعمل كثير اشياء فيه. شوفي الملح انسام حلق. شو بتقول لك يعني هون أنسان بتقول لك وصفاتك دائما غريبة يا شيف هانيا، بس بحس إنها دائما حلوة قد ما هي فيها تغيير، هي بتطلع عن المألوف 100%. كمان هلا كوثر بتقول ما بتخيل الطبخة مع الفواكه كيف ممكن تكون، ما بتتخيلي قديش الميكسينج اللي بيكون بالخضار قديه زاكي، مثلا خس زاكي مع الأفوكادو مع الجرجير والفروت. وبنصحكم جربوهم عن جد، والله الواحد ايام لازم يطلع من القالب اللي هو حاطط حاله فيه. يعني زمان احنا كنا متعودين السلطه هالبندوره والخيار، وطبعا انا بحبها يعني هاي السلطه مش اني عم بنتقدها، بس انه حلو الواحد ايام يستعمل شيء ثاني بده يغير يعني صح 100%. هيك هو رح يعطي. هلا هاي الشعطه الخفيفه اللي فيه هي اللي رح تعطي الطعم الطيبه للسلطه، هاي رح اقدم لكم اياها. بس خلص هيك عشان صارت بس هيك، ما حطيت زيت ولا حطيت ولا اي شيء. اليوم مريحة حالك. مريحة حالي كثير يعني كثير. ماشي ماشي. لا ما انتي مو متخيله انا قديش اليوم متشوقه عشان هلا اللي بدكم تشوفوه اللي رح نعمله احنا وضيفتنا دانا. اوكي طيب هلا انتي عم بتقطعيهم هيك شرايح. بس شرايح يعني بتقدروا تقطعوا الشكل اللي بدكم اياه، بس انا بحس انه هيك كثير حلوه. انا هيك بدي أوكي. اشوف كيف الصحون هيك. هاي بدك تستخدميها؟ هاي رح استخدمها. اخذ منك الصحن المربع اللي هناك هيهم. هذا هذا اذا شو رح يطلع لي اذا بعطيك اياه؟ بدوقك من السلطه. شوف رح حبيبتي في غيرك رح يدوقني ستيك ساندويتش. طيب هو ستيك ساندويتش زاكي بس يعني ما بزبط بلا سلطه كمان صح؟ لا حبيبتي على فكره هي قالت لي كنا ناسيين نحط الماسترد انه لازم الواحد لما ياكل ستيك زاكي ما يفكر يغير طعم التمب ولا شيء، يعني حتى شربة المي ما رح اشربها انا حتى شربة المي حتى حلو ما رح تعمل. هاي انا كنت ناسي احط عليها الخردل فهي هيك صارت كامله صارت جاهزة. طيب بدي أقول ليحيى العمري شكرا كثير لك وشكرا لمتابعتك وشكرا لكل الكلمات اللطيفة اللي بتبعتها أكيد للشيف هانيا. كمان أمل الفار بتقول أنا بحب كل السلطات اللي بتعملها هانيا وقد حبيبتي ما أمل. هي شاطرة منحب أفكارها ومنقول لك شكرا كثير لك. ازدهار شكرا لك. منال كمان شكرا لك. وبدي منكم أرجع أذكر عشان تقدروا تربحوا معنا في ختام حلقتنا 5 باكيجات من عند منتجات فيتراك يلي هيها عم تستخدم منهم طبعا الشيف هانيا، بالإضافة لباكيجين مقدمين من عند الجزيرة، يعني 7 رابحين. بدي تكثفوا من المشاركة على صفحة عمان تي في أوفيشل على الفيسبوك، شيروا الحلقة، كثروا من الكومنتس لحتى تقدروا توصلوا هانيا وسلطاتها والأشياء الغريبة والأشياء الزاكية. لا الحمد لله صراحه كثير من الناس اللي بيجربوا سلطاتي بيرجعوا بيبعثوا لي انه حلو انك انت طلعتينا عن الشيء المألوف ويعني الواحد ايام ما يخاف يقول هذا شيء غريب، لا جربوا بيطلع زاكي بالاخر. يعني زي ما انت حكيتي السلطه الخضراء التقليديه حتى السلطه الفلاحيه اللي بيعملوها البندوره مع البصل مثلا صح صاروا الناس يعملوها كثير، يعني صاروا يغيروا صح بده الواحد شيء هيك تغيير. فهيها هلا حطيتها هيك رح ارتب عليها. شوفوا ما احلى شكله المشمش عن جد انه مشوي كمان وانه مشوي لا وطعمه طبعا يعني انه مش بس الشكل الطعم قديش طيب.
هلا ما بتخلطيها، بتحطي دائما الدريسنج جنبها مثلا؟ انا بحب احط الدريسنج جنبها. أوكي. يعني بيقدر الواحد يخلطها اذا بده ياكلها بالبيت راسا فبيقدر انه يخلطها، بس اذا مثلا عندك ضيوف وحاطتيها وما بدك اياها تهبط بتقدري انك تحطي الدريسنج جنبها. فهي هيك عشان نصحصحها شوي. هلا رح تفهم علي دانا اكثر من شيء. رح نحط لها شويه بصل اخضر عشان هيك تعطيكم هيك هالنقزه وانتم عم تاكلوها، او الهروب بالاخر. والواحد بعد ببيته بالضبط. اللي بدك اللي بدك اياه. هلا ورح نحط عليها سوري فيتا تشيز. اوكي، فهي شوفوا قديش فيها فليفرز، يعني قديش فيها طعمات هيك مختلفه. بتصدقي هاي وجبه كامله كعشوه مثلا؟ طبعا صح، لانها فيها الجبنه اللي هي الكاربز وشوي فاتس، يعني شوي شيء خفيف فيها الديري. اوكي هلا عم بسألوكي بالنسبه لموضوع الخردل، يعني الماسترد ممكن يكون نوع مش ثاني ديجون مثلا ديجون. ممكن اي نوع ماسترد انتم بتحبوه خردل بتقدروا تستعملوه اكيد. طيب عم بيقولوا لك بالنسبه لموضوع الخلط زي ما سالتك قبل شوي بيقدروا يخلطوها؟ هلا احنا عم نعمل سيت اب للتلفزيون فهو بشكل عام نقدر نخلطه. بتقدروا تخلطوها اكيد، بس بنحط لحالها الجبنه عشان الجبنه لحالها مزبوط عشان ما تتخبص. انا الجبنه حتى ممكن تجيبوا من النوع اللي بتكون قاسيه اللي بتقطعوها بتطلع معكم بلوك. في نوع لانه بتقسم هيك بيطلع كثير يعني منتظم اذا بتحبوا، بس احنا اليوم اخترنا اللي شوي تكون هيك كريمي. بس بنقدر نضيف لها اللوز. مثلا خضار تانية، فلفل رومي ممكن، زيتون ممكن. طبعا ممكن زيتون ممكن تحطوا عليها وخضار رومي ممكن، بس احنا اليوم حبينا نقلل شوي المكونات عشان ما نعملكم عجقة. والله عشان بس ما نعمل عجقة. فهيها صارت هيك جاهزة، الخلطة تبعتها جنبها فرح احطها اقدمها جنبها، وباخر الحلقه بركي بنعمل شوي هيك درزل خفيف ديكوريشن. بتحطيها هون؟ بحب اطلع فاصل ونواصل. تفضلي. يلا طيب معناته زي ما خبرتكم احنا رح نروح لدقائق قليله رح تفصلنا عنكم، بس خليكم على صفحه عمان تي في. بدي اكثر من هيك حماس وحيويه، شجعونا اكثر لنقدم اكثر واكثر، خليكم معنا. يلا رجعنا لكم من جديد ببهار ونار. لكل يلي انضموا لنا هلا اهلا وسهلا فيكم، ولكل يلي بتابعونا من البدايه كمان اهلا وسهلا فيكم. ضيفتنا صارت موجوده معنا جوا الاستوديو دانا طراونه، اهلا وسهلا فيكي. اهلا اهلا. طبعا دانا يعني بصير اقولها؟ قولي. بدنا نحكي. احكي احكي بدك مطبخ وانت بتحكي بصير بصير خدي راحتك تبدا. اول شيء اهلا وسهلا فيكي في مطبخ بهار ونار. اهلا نورتينا. ثانك يو. انا رح اضل موجوده هون بدي انظر عليكي انت والشيف هانيا. يعني صريحه هي صريحه. طيب شوفي شو رح يصير معنا اليوم. دانا طبعا موجوده معنا عندها شغف كثير كبير زي ما خبرتكم باول حلقه بالطبخ. اليوم رح تعملي لنا وصفه مميزه بالستيك، كثير بحب انك توصليها لكل اللي بتابعونا. قولي لنا وصفه كثير سهله واي بني ادم بقدر يعملها. احنا هون جبنا اوريدي حطرنا الستيك نظفناها من كل الدهن عشان اجان يعني بدنا ناكل بس ما بدنا ناكل كثير كالوريز. اوكي فقمنا كل الدهن. هلا رح اعمل سيزنينج فيري بيسك، نحط زيت زيتون شويه فلح فلفل فلفل وملح وبس ذاتس ات. بس بس وهيك بتكونوا لك ساعه تقولي لي لو دقتيها مش رح تدوقي غيرها؟ بتحداكي. لا هو في في اذر ثينجز رح نعمل هون. طيب حلو، بس هي هاي بتعرفي اللحمه انا دائما بقول عشان اللحم كتير زاكية فأنا ما بحب أزيد الستيك ساندويتش، ودائما كل حدا بيقول لازم تحطي فيها جبنة لازم تحطي فيها جبنة، أنا فور مي لا. طيب رح ناخدها للوصفة، إحنا موجودة معانا على الهوا صح مروتي؟ طيب رح ناخدها عبال ما تكوني هيك دللتيها بزيت دلعها. الزيتون عم بتدلعها بدها تدلعها دلع دلع. سندويشات الستيك رح تحتاجوا لكيلو فيليه عجل، 150 جرام من الزبده، ملح من الكسيح وفلفل اسود من الطحون الزرقاء، اكليل الجبل، زعتر بري، 2 راس ثوم وخبز التشيباتا وخس. وكمان رح تحتاجوا للصلصه الاولى زيت زيتون، بندوره كرزيه، خل ابيض، بصل احمر، فلفل الهالبينو، ريحان طازج. اما بالنسبه للصلصه الثانيه رح تحتاجوا لمعلقتين كبار ماستر ديجون ومعلقتين كبار من المايونيز. بما انه هيك بدال الشيف صار عندنا شيفين اليوم، بدي منكم الدبل بالمشاركه على صفحه عمان تي في اوفيشال لتربحوا عن جد معنا جوائز. في نهايه الحلقه رح يكون في معنا 7 جوائز مقدمه من عند في تراك وكمان من عند الجزيره. بدنا نرجع لإلك دانا والشيف هانيا، هيها واقفه معاكي بتساعدك، احكوا لنا شو عم تعملوا؟ هلا بيسكلي حطيت زيت زيتون
ولازم تكون شوي حامي. حاميه لازم يكون حاميه. واهم شيء لما تحط اللحمه على المقلاي لازم تحطها بعيد عنك عشان ما ترطب بيخوف الموضوع. وبتكون حاميه قلتوا؟ حاميه هي حاميه حاميه منيح. بلش الصوت. هي الصوت سامعين؟ سامعين. طيب دانا بدنا كمان خلال ما انت عم تعملي لنا الوصفه يعني حابين كثير تخبري كل يلي بتابعونا انت كيف وصلتي لمرحله انك تطبخي، لانه لما كنت عم تقولي تحت الهواء بتفاجئ انه كان عندك مشكله في الوزن وقررتي تعملي اكثر من حل وكله طلع يعني فاشل كثير، وبالاخر طلع معك الحل الامثل اللي هو الحل الامثل. ويعني عن جد انا وزني كثير كان يعني خفيف يعني خفيف مش مية وإشي وجربت كل إشي لترلي كل إشي بالعالم وأنا كتير بحب أكل، وهاي كانت نقطة ضعفي إنه الأكل الدايت ما كان زاكي. أوكي. مزبوط صح مش زاكي، فأكل أكل الدايت طول اليوم أجوع آخر الليل 6 ساعات الصبح أكل مطبخ خلص فإيش قررت أعلم حالي كيف أطبخ. حلو. وبتعرفي عن جد انا هيك انحفت يعني صرت تطبخي الطبخ اللي احنا بنحبه بكالوريز اقل. كالوريز اقل. فرجينا هلا هاي الوصفه كيف رح تكون بكالوريز يعني اقل. هو مش كتير كالوريز اقل اليوم، مو كتير كتير يعني اليوم عادي، حطينا زبده حطينا كل شيء اليوم we're having fun. اليوم بدنا صح مزبوط. انا دائما بقول على التلفزيون بدنا نعمل الاشي الزاكي يعني كل واحد بالبيت بحب يخفف. عم بسالوها شيف هانيا لدانا عم بيقول لها ليش ما قطعتيها؟ نقدر نقطعها بس انا بحب اخذ السنتر كات نفسها عشان احنا هلا راح نتحرك من هون ونحطها على الاوفن. اوكي. نحطها على الاوفن 20 دقيقه بالفرن دايركتلي. على درجه حراره قد ايه احنا حطيناها؟ على 300. عالي متعوده انا مع الشيف هاني على 180 صراحه. لا اليوم ما هو 300 اللي عم تحكي عنها دانا هي ال 180 عن يعني 180 عنا هون. حلو رح ارجعك لل 180. اوكي. طيب هلا لل 180 هلا اقول لك بس اعلق انا تعليق يعني از شيف هي ليه عملت هاي الشغله بهاي الطريقه. هي حبست الجوسز بقلبها، حبست كل العصائر بقلب القطعه الكبيره. لما بدها تقطعها قطع صغار بصير ممكن انها تنشف اكثر يعني. فهي هلا اللي عملته اللي احنا بنقول له سيرينج اللي هي انها تلبسها الزيت من كل الجهات وتاخذ الطعم الفليفرز من اللي حواليها، بعدين بتحطها بالفرن حتى تكمل الاستواء تبعها. اوكي يعني بس هي هاي بس الفكره. هذا الجارليك مهم، انا بحب اقسم الجارليك من النص خليه نفسه هو بحطهم هون عشان تروست، عشان هلا لما نحط اللحمه بالاوفن بنحط اللحمه على الجارليك. حلو. اوكي بتاخذ طعم منها. صح. طيب عم بسالوكي بالنسبه لا والله سعاد بتقول لك ما اخف دمها لدانا لسه ما شفتوش شيء. هاي سعاد ما شفتوش شيء. طيب دانا عم بسالوكي عن البهارات اللي حطيتيها، بقول لك مثلا ما نحط بهارات ستيك او بهارات لحمه. لا حرام يعني فلفل وملح اكثر من هيك، اذا عندكم زعتر ريحان اكثر من هيك ما بلزم. ما بلزم عن جد. احنا اليوم استعملت الملح البحري كمان فهو انا بحسه اطيب. صح دانا قالت لي انه بدنا نستعمله. طيب بتحبوا اضلني اسالكم اسئله؟ عم بوصل كثير اسئله، لانه بقولوا لك احنا بنعرف انه الستيك بندق وبكون رقيق وبنحط عليه بهارات وبينقلب، ففسروا لنا اكثر ايش اللي عم نعمله وليش ممكن، او حسب نوع اللحمه حسب الطبخه حسب شو. هم اكثر من طريقه يعني تقدري تعمليها. لما 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 تقسمي اللحمه وتدقيها تاخذ اقل من دقيقه. هي كثير سهله. يعني انا كنت على وشك اعمل هيك. بس انا عشان بحب الستيك ساندويتش اقلل من الخبز واكثر من اللحمه، عشان انا دائما بدي بروتين اكثر من كربوهيدرات، فبدي اعمل سندويشه زاكيه. فبستعمل لحمه وما بستعمل كثير خبز. طب هون مثلا شف هانيا بدي اسالك السؤال. يعني هلا مثلا دانا قالت السبب الرئيسي في الموضوع انها تاخذ تزيد البروتين عندها. مزبوط. انت مثلا بتفضلي اي نوع مثلا من الستيك تعمليه؟ هلا هي في كثير طرق للستيك زي ما قالت دانا اليوم عملت لكم طريقتها هي اللي هي انا ملقيتها زاكي. طريقتها زاكي. شامين شامه يا اختي. الريحه بتشهي. هلا انا طريقتي ممكن اني اعملها السلايسز لانه انا بكونوا بالبيت كله يلا يلا يلا، دانا بتكون عم تطبخ لحالها على الرواق مروقه. انا بحب استمتع بالطبيخ. والله انا بعملها اخذ راحتي. طيب عم بسالوكم نقدر نبدل نوع اللحمه هذه بالروستو مثلا؟ اكيد
عادي أكيد. ما في مشكلة. بس هو الفرق كمان باللحمة والأنواع الكات هو الوقت اللي أنت بتطبخي فيه. يعني هي الفيليه بتاخذ اقل والفيليه اطرى كمان أيوة بتكون اطرى فما بتاخذ وقت قد. وانا ما بعرف اذا لاحظتوا استعملت لحمه ما فيها كثير فات مارمليك دهونها اذا بيقدر أقل. اذا بيقدر هيثم ياخذها هون بين انه ما فيها كثير دهون على الطرف. هلا هون عم بيقولوا لك انه هو فعليا الستيك ما بنقدر نحط عليه الا فلفل اسود والملح عشان ما تروح طعمته. انا بحط ملح وشويه فلفل اسود. الفلفل الاسود مرات بحرق اللحمه فلازم تديروا بالكم قد ايه تستعملوا فلفل اسود على اللحمه. معناته هي تكنيك يا جماعه خليها في بالكم من التكنيكس تبعون دانا جد. لا والله اول مره صح بعرف. صح مزبوط 100%. ايش عم تعملي انا هلا عم بعمل سيرينج لكل الجهات اللحمه. حلو. هي السيرينج انها سكرتها من كل الجهات. اوكي لانه يمكن ما فيش شيء يسكرها فانت عم تقلبيها من فوق ومن تحت. طيب ميز شكرا كثير لك. عم بقولوا لكم كثير افكار حلوه اليوم الحلقه منوعه بالوصفات. لسه الصوصز لو يشوفوا الصوصز هلا رح نبلش. اسمعوا ضلكم معنا لانه الصوصز كثير زاكين. ام عزام بتسالك قديش تقريبا بدها وقت. هون احنا بناخذ اقل من 10 دقائق وبالأوفن ربع ساعة ل 20 minutes. كمان لازم تشوفوا الدنس تبعها انتو كيف تحبوها. يعني انا بحبها مش كتير يعني مثلا بتكون مستوية كتير في ناس بحبوها شوي بتكون ميديوم ويل في رير. لا مش رير بحب النص. اوكي طيب معناته صالح بتخيل انا كمان جاوبنا سؤال انه شو رايك شوي صغيره بتحكوا مع بعض احنا بنحكي مع بعض طيب. بنحط شويه تنزيد شوي ملح. انا بفضل مع الستيك دائما ما بعرف اذا انت بتحبي زي دانا بحب معهم الشيء السي سولت بحسه انه اكثر واحد هيك فيش قلبي صح. وانا عبيت لك من الطاحون الزرقاء عبيت لك هون كمان فلفل اسود اذا بدك نزيدهم كمان شوي شوي اوبسي راحت فاين اتسكر معلش هاي رح نحط من هاي عادي طيب. هاي نقدر نطلع فاصل ونكون احنا بس عم نملح وعم نتعطيها وقتها شوي اكثر في الاستواء صح؟ صح مظبوط. اوكي رح نطلع بفاصل سريع. بعد الفاصل مباشره بدي ارجع الاقي الفيسبوك مفجر الدنيا زي ما رح تلاقوا الوصفه بتجنن. ورجعنا لكم من جديد ببهار ونار لكل اللي انضموا لنا هلا اهلا وسهلا فيكم. رجعنا اليوم بدال الشف شفين اليوم في عندنا الشيف هانيا عملت لنا وصفه قبل شوي خفيفه لطيفه هيك عشان تكون السناك مع الوصفه الثقيله اليوم مع دانا. طيب دانا قبل الفاصل كنا عم نحط الفيليه جوا الفرن قلتي على درجه حراره 300 لمده 10 ل 15 دقيقه يعني من هون لنخلص الصوص بتكون جاهزه. بتكون جاهزه صح. يا تفضل فرجوا هلا بدنا نعمل الصوصات. تفضلوا هلا الصوصز سبيشاليتيز تبعونها. وصلت سؤال يا شيف هانيا بما انه مثلا دانا بتحب انها تعزز وصفتها فبتخيل الجواب رح يكون من عندك. عم تسالك رنا انا بتاوي برضو فبتقول لك كيف ممكن نحول على الوصفه لدايت صعب اذا بدنا الطعم تضل زي ما هي وعلى الاصول بس تكون شوي اخف. اقل بتر اقل زبده اقل زبده اوكي واللحمة تكون قطعتها ما فيها فات وبتقدروا حتى يعني بتقدروا تستعملوا هاي الوصفه برا على الجريل عندكم نشويها تقدري رنا تحطيها على الشواي بالضبط صح. ولما تيجوا تستعملوا الصوص هو الكالوريز اكثر شيء بيكون بالصوص يعني هلا هون الدايت بده يكون هلا هون الدايت هون المش دايت بس هو نصيحه يا رنا دائما هاي الاشياء اسكى مش دايت اسكى تكون اخذ التشيتنج داي التشيتنج داي مو تشيتنج داي انا رح ابلش زيت زيتون اوكي مع البصل قطعت انا البصل اوكي ونزيد دمعتي وراح نستعمل البندوره اوكي اوكي مستعمله تشيري توميتوز وقسمتيها بالنص بالضبط عشان بدها تطلع الصوصز تبعتها بتاخذ المي اللي جواها المي اللي فيها حلو هاي كثير حاميه كانت حاميه 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 يلا احسن انا بحبها الصراحه تكون حاميه هاي ريحه البصل اذا بدك تهربي احنا جاهزين لانها تماره قالت لنا رح تهرب. طيب هلا البصل دانا بنقدر نعمله شرايح ولا لازم نعمله مفروم زي ما انت عارفه انا بحبه فيه. مفروم الصراحه ما بفرق يعني هلا ايش الشيء الغريب بالوصفه هاي الخل الابيض ايش الفكره فيه خلينا بدها قاعده والله هاي اليوم ليش الخل الابيض بالله الخل الابيض بيعطي هذا اللسعه هاي ما فهمتهاش بس يعني في ناس بحطوا اشياء ثانيه برا بس هي تعادل الخل يعني طب شفانيا مش بتكون فراوي مثلا
انه بيعطي طراوه، لا هي اليوم ما بدها شيء لطراوه لانه عندها توميتو، هي عندها بس بندوره، فهي بدها تعطي الحموضه الخفيفه تبعتها. حلو اوكي. طيب ام اسامه بتقول افكار كثير حلوه وفيحاء شو ما عملتي يا شيف هانيا كل شيء بيكون ذاكي. وهون كمان عم بحكوا لك اليوم يا دانا ابدعتي، وعم برجعوا بيسالوكي ايش الاشي اللي خلاك تقدر تحصلي على هيك وصفات. يعني مثلا انا اليوم حتى بسال هذا السؤال، يعني انا ما بعرف اطبخ كثير منيح وما بحب، فانت ما كنت تحبي تطبخي قلتي، كنت تحبي تاكلي وتذوقي وتروحي مطاعم. اكل وادوق اروح بالعرض. مش مشكله بالعرض هي، بس اللي صار انه عن جد اكتشفت انه لما انت تطبخي يعني اي كل بني ادم بعرف ايش بحب. اوكي يعني انا بعرف انه انا بحب طريقه معينه، فصرت اعمل ريسيرش، اسال اصحابي، ادخل على الانترنت، كثير في وصفات، واجرب على اهلي. الله لا يعني الله يعينهم ولا الله ولا فرحانين كانوا؟ لا والدتي ما كانوا فرحانين. ابوي يطلع علي يقول لي شو اللي عم تعملي؟ بس حسيتي دانا انه انت بالاخر تطورت عندك الامور، وفعليا فكره الدايت انه الواحد يعمل اكله بايده بنجح اكثر. مليون بالمئة. دائما اذا بتشوفوا وصفه جربوها بالبيت، ما يقولوا عادي عادي اذا فشلتي عادي، في ناس بفشلوا اول مره ثاني مره وخلص. تقريبا بتطبخي كل يوم ولا بتطبخي حسب مثلا طبخه على يومين؟ تقريبا بطبخ كل يوم، عشان انا بطبخ مفروض على يومين بس بس ما بيضل. نشأت بقول لك وصلت الريحة لألمانيا. وال أنا عم بتبخر حلا بخور. هذا أهم كمان إشي، أنا يعني هذا كمان ما بعرف زي ما بدكم، أنا بحب شوي إشي بيلزح شوي فلازم هاي مهمة. وأصلا بنحف الحر، مش بقولوا بيعمل حرق للدهون؟ مظبوط، هو بيعمل حرق بيعمل حرقة لكل شيء. ايه شيف دانا كمان عم بنادوكي شيف، بتحبي ناديكي شيف؟ لا مو شفيف، مشروع شيف. ميني شيف. عم بيقولوا لك احنا معاكي بفكرة الملح والفلفل، انه يكون شوي مع الزيت اطيب عشان فعلا تكون اللحمة نكهتها يعني ظاهرة. هلا هاي بدنا نخليها على نار هادية. وهي عم بتصير على نار هاديه بدنا نعمل الصوص الثاني. ويمكن هاني نقطع شويه بطاطا. يلا اوكي، او نقطع البطاطا. يلا اوكي، ما بدك إشي من هدول الاعشاب صح؟ خلص نلعب في هاي. خليها هاي رح نقيمها. عم بتشوفوا على عينكم كيف لما الطبخ. الشيف ببلش ايش يدخل بمرحله، لا هذا بيزيد نكهه اكثر، هذا اسكى، لا خلي هذا. انا طبعا بصير ازيح قدامي كل شيء. لا هاي. انا بحب باي ذا واي اي شيء بتستعملوه مثلا نكهات بالصوص او باللحمه، حاولوا تضيفوهم على كل شيء. حلو، يعني احنا استعملنا هاي باللحمه، راح اضيفها هلا على الصوص عشان الطبخه كلها تاخذ نفس النكهات. نفس الروح. طيب معناته دانا هلا بدي ارجع اذكر كل اللي بتابعونا قد ما حبيتوا شو عم تعمل الميني شيف دانا، وكمان بنفس الوقت معانا الشيف هانيا عنبتاوي زي ما انتم متعودين عليها بوصفاتها والتاتشز تبعتها. بدي منكم تشيروا الحلقه على الفيسبوك، بدي منكم كمان تزيدوا من الكومنتس اي سؤال اي استفسار انا جاهزه اني اوصله للشيف. وبالاضافه لهيك لتقدروا تزيدوا فرصه ربحكم معنا في ختام حلقتنا لليوم، مثل ما قلنا لكم حيكون في عندنا 5 باكجات مقدمين من فيتراك بالاضافه ل 2 باكجز من الجزيرة، بس في شرط صغير وطلب صغير، الاستلام بيكون من تاريخ اليوم لاسبوع، تقدروا تستلموا الجوائز من التلفزيون. اعطيني نحضر. اوكي هلا وانا بدي. طيب وين هلا وصلتوا انتم؟ هدول هلا بدنا نعمل صوص ثاني. الصوص الثاني. طب اول واحد شو سميتوه؟ دانا ون. على فكره انا كاتشي اكثر من ما رح ممكن اسميه البندوره الكرزيه. صوص البندوره الكرزيه. الكرزيه بالباء يعني. ماشي. على فكره انتم مش لكم تنتين ضد واحد. تنين ضد واحد. اوكي بندوره الكرزيه. هلا الصوص الثاني بندوره الكرزيه مع دانا. بندوره دانا اسمه صوص بندوره دانا. اوكي صوص بندوره دانا. هلا الصوص الثاني مش دايت، فيعني يا دوب راح نحط شوي بالسندويشه بس للنخرجينا. يلا ليه مايونيز.
لا ما بحبه الحمد لله، عملتي إشي ما بحبه الحمد لله. رح تحبيه هلا مع الساندوتش رح تاكليه. بتحداكي. تحدي. فرجينا. تحدي. رح ناخذ معلقتين مايونيز. يا ماما. لا هذا ل خفيف. 10 سندوتشات. ورح ناخذ إذا لكل معلقتين نص معلقة. ماسترد. يعني غالبيته رح تكون مايونيز أكثر من الماسترد. يس. هلا اذا انتم اجان اذا انتم كثير دايت، انا لما بلشت دايت وهيك هاي الوصفه كنت بس احط مسترد ما احط مايونيز. اوكي لما نحفت قلت في معي مجال قلت في معي مجال انصح شيء. طيب ايش انا بدي ازودهم يعني؟ اكثر دانا معلش احطهم بقيتهم. طب ايش رح اضلني بنفس النسبه اللي انت عملتيها. لما زدتي مثلا المايونيز يعني زي ما بتقول دانا ايش الفكره مثلا؟ ما احنا ممكن نضلنا نستمتع بالماسترد لحاله. لا ما هي رح تحط منها شيء بسيط عشان بتعطي هيك بتعطي جوسي هيك للساندويتش. بس هي الفكره. انا هيك وطيت النار على هاي. اوكي بدي اياها تكون بيستي اكثر، فايش بدي ازيد؟ بدي ازيد شويه زيت زيتون عليها. كانوا عم بسألوك إذا فيك تضيف عليها صوص البيستو شيف. واو تعرف في معها بيستو. تعي نحكي لهم ايش عملنا الصبح قبل قبل الحلقة كنا عم نحكي عن هذا الموضوع. انه بنقدر نزيد لها هلا. نقدر. طبعا. اوكي اوكي بس لازم تعطينا وصفة البيستو تبعتك. كنا عم نحكي انا ودانا قبل الحلقه على البيستو وعم نحكي هيك، فقلت لها اسمعي انا عندي كثير كان ريحان وعامله منه بيستو معبيتهم بالجار بمراتبين وحاططهم بالفريزر، فقلت لها هاي اول ما حد لإلك وثاني واحد لإلي لو سمحتي. بحب واحد اكل مع الباستا والهيك بحب نعطيها نعطيها. رح اخذ كل الموضوع. لا رح نعطيه. قلت ما ارى انت ما نعطيكي انت حبيبتنا معقول. طيب هلا خلصنا صوص 1 و2 او بندوره. ايش قسمتوها؟ بندوره الدانا. بندوره الدانا. وفي صوص 2 هلا بدنا نعمل البطاطا. البطاطا يلا. دانا عندك اخت اسمها عليا. وصلك ريكويست حقوله ونطلع فاصل مباشره. أوكي. بتقول لك دانا بتجيبي معاكي سندويشه على البيت لانه على الدار. على الدار. على الدار. طيب رح نطلع بفاصل سريع جدا وبعد الفاصل مباشرة رح نكمل معكم بهار ونار لليوم بحلقة مميزة جدا. تمارا تمارا خلص تمارا فصلت تمارا بدها تختم وتدوق. فعليا الحلقة اليوم عن جد مميزة كتير. اليوم التاتش اللي عم تعطينا اياه مع الشيف هانيا اكيد دانا طراونة عمل تاتش كتير حلو. عم ناكل زي ما انتم عارفين وشايفين شو الستيك فيليه الستيك. ارجعي ذكرينا بما انه احنا هلا دقائق قليله رح تفصلنا عن ختام الحلقه. ختام الحلقه هلا احنا خليناها ترتاح شوي. سوري خليت اللحمه انجزت بدها ترتاح. طبعا اكيد استوت ما هي استوت استوت. بدنا نقطعها ونبلش نكون بالسندويشه. اوكي اوكي وهيك بكل بساطه بتكون خلص خلصت الطبخه وبهالسهوله والسرعه. بس نعم. اجاكي سؤال وانا بالفاصل قراته بقولك بنقدر نتبلها بالملح والفلفل الاسود اداي بيفور بيوم قبل؟ انا ما بحب قبل بيوم، انا بحب ماكس قبل بساعتين ثلاثه. لانه بتشد مش يعني مش من اللحمه بتشد مع الملح بتشد منيح. اوكي طيب بدي ارجع اذكر كل اللي بتابعونا بدي شير كومنت ولايك على صفحه عمان تي في اوفيشال. فوتوا هلا مباشره رح تلاقونا لايف على الفيسبوك. كتبوا من المشاركه لتقدروا بهالدقائق الاخيره يعني تزيدوا فرصه ربحكم وتربحوا معنا مثل ما خبرناكم من عند فيتراك. رح يكون في 5 جوائز وفي عندنا كمان شخصين رح يربحوا من منتجات الجزيره. طبعا بقول لك نورينا سندويشه من عندكم واللي بقول لك احلى بهار ونار واللي بقول منظرها بشهي. يعني انا لازم احكي لكم شيء عشان قولي. كلمه حق عشان از شيف هاد هو اللي بيعملوه الشيفز اللي بتغلبوا فيه انه تكون من برا مستويه مزبوط ومن جوا لسه فيها الجوزز. انتوا رح تقولوا انه هذا دم، هو مش دم، هي عصاره اللحمه هاي اللي فيها. فهي هاي بتعطي بتكون مش ناشفه بتكون زاكيه، يعني هي هاي اللي بيقولوا لها الميديوم. ايوه سأسئ لكم الخبزات. هلا انا حطيت الخبز نفسه بنفس المقلاية اللي كانت بالاوفن عشان ناخذ الفليفر. يعني انت هيك عم توصلي الفكره انه كل شيء عملتيه كله مع بعض والزبده خلص نقولها باي 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 باي. ميس بتقول لك برافو دانا. برافو برافو دانا. برافو برافو هاني. يعني لا دانا اليوم انا اليوم عمالي بساعد دانا، يعني هيني واقفه معها هيك وير تشيفس عم نشتغل مع بعض. هلا احنا حطينا هلا صوص 1 صوص 1 صوص 1 متذكرين صوص 1 بس عشان ما في دايت فرح
تزيد ندلع نقطة. فهي شوي رح تحط وبعدين دائما بنجيب الخس نكسره قبل. طيب انا بدي بس نعطي مساحه اقول لك دانا بصير نعملها هون اكيد عشان يقدروا يشوفوها كل المشاهدين. طيب عم بيسالوكي كمان اذا بنقدر يعني من غير اي نوع من انواع الصوص تتاكل هيك يعني. طبعا هي هاي هلا دانا بصير اغلبك نقلب هاي هيك عشان يقدروا أكيد. الناس يشوفوها هاي هيك. كيفنا معك يا علي؟ منيح يا سلام. سيم عم بتقول عن جد شهيتونا. سيم يا هانيا سيم سيم عن جد عن جد انا سيم كيف لسه لونك شام الريحه؟ الريحه دمار هاي. دمار. طيب بتحطي قطعتين ثاني وحده وطبعا بدك معلقه كبيره بس عم نفس المعلقه. انتوا ملاحظين انه انا ودانا قد ايه بنفهم على بعض يعني ما بنحكي. بس انا حابه بما انه احنا الوقت عم بداهمنا اذا بنقدر برضه شيف هانيا تساعدينا بفكره البطاطا البطاطا هاي اللولبيه هيها. هلا البطاطا اللولبيه اللي عملتها دانا اللي هي هاي محضرت لكم اياها تشوفوا كيف شكلها قد ايه حلوه. اوكي بتقدري تفرجينا كيف؟ هلا هاي كثير كثير سهله هيها عمليه تقطيعها جدا بس عمليه سهلة. تقطيعها بدنا بلزمكم هيك خشبتين صغار مزبوط دانا وهي دانا رح تعملكم ديمو 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 كتير سهلة. أول إشي تقطعوها بطريقة بس مش لتحت تحت عم بحس لا مو لتحت عشان هيك أنا استعنت بهدول بتحطيهم تحت عشان ما تخبطي بصير عندك هذا الشكل لبلي. تمسكوها وبتقلبوها هلا احنا اول شيء قطعناها هيك هلا رح نقطعها هيك بالمايل بالمايل اوكي وبصير عندكم الشكل هاد. انا بحب هذا بحس شكل مميز والاطفال بحبوها كمان فبتطلع هيك بيطلع هيك. والحلو بتحطوا بس شويه باتر وبالاوفن برضه بالفرن مع بالفرن. شويه زبده زبده بتحطوا فرن. زبده وبس تطلع بتطلعوها بتكونوا حاطين زبده مثلا معها شويه ثوم شويه بقدونس وبتدهنوهم على وجهها وبترجعوا بتشوها شوي طيب بتحط بها السكوير فهي سهله. انا رح اخذ هذه من عندك دانا. طيب انا بدي ارجع اتابع مع كل اللي كمان عشان نعمل للبلينيز او انت تقطعي اوكي لانها دانا كمان قالت لي فكره ثانيه عندها قالت لي ممكن نجيب بما انه احنا في عندنا الستيك جاهز سوري هذا وقع الخل مش مبين اوكي بما انه عندنا الستيك جاهز كمان في طريقه ثانيه تقدروا تعملوها زي مقبلات اللي هي جبنا احنا هون جبنه كريميه حطينا معاها بصل مكرمل شوي او منشف وحطينا عليها بقدونس وبودره ثوم واحكي لي اذا في شيء انا نسيته دانا. بودرة ثوم وبقدونس ورح نحطهم هيك عليها مسحه كثير خفيفه مش كثير يعني هيك على كل الجهات والتنوع المفاجاه اللي بدنا نحكي لكم اياها انه استعملنا كمان مربى عليها لانه مربى التين كثير زاكي. احنا وي ديسكاس بنحكي بنتناقش انا وياها لدانا دائما بنحكي بنتناقش ايش هذا بالبق مع هذا اليوم عم نحكي انه قديش غريب كيف الشيفس بصيروا يلبقوا الطعمات. اوكي طب هلا انت هيك عم تعملي زي خيارات مميزه لعشوه مثلا لاصدقاء جايين على البيت اليوم ممكن نعمل لهم زي هيك سيت اب وما بتاخذ كثير وقت. طيب هيك احنا بنكون شبه خلصنا لانه بس بدنا نشوف هلا كيف بدكم ترتبوا لنا الطاوله ونختم حلقتنا لليوم. صح مزبوط. ايش بدك تفرجينا؟ انا لبين ما احط الساندويتش نحطها على الصحن تبعها. انا ما عندي عضلات. ما عندك؟ ما عندي عضلات. هلا بنظبطها. هي نحط والله واحدة عندي هيك. عضلات. طيب تعمليها؟ اوكي. تفضلي. مروتي بتحبي شكراً. نشوف من هم الرابحين معنا لليوم. طيب عبال ما تكونوا جهزتونا بدي منكم خفة ايد لو سمحتوا. بدي اكل. يلا خلينا نشوف مين اللي بده يربح معنا لليوم. بدي اشوفهم هلا على الشاشه طلعوا لنا مين الرابحين لليوم. يلا بدي اشوف اول شيء فواز حجازين امل الفار وابراهيم الكفارنه بثينة لدمور وخيريه شنير. بدي اقول لكم الف مبروك ربحتوا معنا من عند منتجات بيتراك. محمد فريخ وعريب رماحه ربحتوا معنا من عند منتجات الجزيرة ألف مبروك لإلكم. زي ما خبرناكم بعد أسبوع بتقدروا تستلموا جوائزكم من عنا من التلفزيون. نرجع لشفاتنا اليوم عجقوا وعجقونا معاهم. أنا هيك قسمت السندويشة أها يعني سندويشة الوحدة
انا لإلي بحب اقسمها اربعه، بحس عم باكل اقل لما اعمل لما بفكرها. انا باكلها كلها بس بحس الفكره انه عم باكلها اقل. طيب بدك ترجعي تحطي هدول جم عليهم؟ اكيد. وهدول رح احط لك اياهم على الطاوله عشان اللي بحب يعمل الساندويتش تبعته يظبطها، فبيقدر اكيد. يعني بهيك بتكونوا انتم رتبتوا لنا كل شيء كست اب. وصفاتنا هيك بسيطه اليوم وسهله. اوكي. وما اخذت كثير كثير وقت. هي زي ما قلتوا بجوز كباربيكيو نايت ممكن نعملها هيك على الساعه 5. تعطيني الكفر تبعها بليز الاورنج، برضه بيطلع لذيذ. يعني تغيير صح؟ اشياء تغيير مزبوط. وبعدين انا حبيت فكره كيف تستعملي التطلي مع الاكل، مع الاكل الرئيسي كمان هيك فليفرز مختلفه. يس. طيب في عندكم هون صاجيه اذا بدكم نحط كمان عليهم؟ لا هيك انا حاسه منيح. هيك خلصنا؟ هيك خلصنا. والله برافو عليكم ابدعتوا. وصفه ما احنا اعطينا افكار هلا. انا بدي ادوق على راحتي بعد الهواء. على راحتي. طيب لهون بتكون حلقتنا صارت خالصه. للاسف الاوقات الحلوه بتخلص كثير بسرعه، واكيد معاكم بتشجيعكم لنا. بدي اقول لك ثانك يو كثير لك دانا طراونه، عن جد ابدعتي ودائما انت ما شاء الله من منها للاعلى والاعلى بالنجاح. شف هانيا كمان شكرا كثير لك. شكرا تمارا، بشوفك يوم الاحد. بشوفك الاحد صح. وبهيك بصير صار لازم اودعكم. مني انا تمارا ومن كل فريق عمل بهارونال نتمنى لكم بقيه النهار حلو وتوفيق دائما. الله يكون معاكم.